هذا كان عام دموي، تعرضنا يعني للكثير من المآسي فيه من بداية شهر 10 لحتى اليوم. حتى في الحصار اللي فات احنا كنا يعني بنتعرض لمضايقات اقتصادية ومالية، وفي كل سبل الحياة كانت نتعرض لمضايقات. بعد هيك في بداية الحرب احنا فقدنا بيتنا، فقدنا جزء من الأسرة، فقدنا أطفال من عندنا استشهدوا رحمة الله عليهم، ابن شقيقي ولد وحيد عمره 12 سنة، وبنت أخويا الكبيرة استشهدت في نفس البيت، تصاب العشرات من أفراد العائلة. أنا بتمنى أرجع لركام منزلي في عام 2024، يعني أحط لي خيمة أقعد في المكان. بتمنى في عام 24 أولادنا يعيشوا بسلام وبأمان، بتمنى أولادنا يرجعوا لمدارسهم، يرجعوا لجامعاتهم، يرجعوا لمؤسساتهم العاملين، يرجعوا يفتحوا أبواب رزق لهم. كل معاناة من شهر 10 وإحنا بنعاني، وإحنا في الشارع في الخيام انهدت بيوتنا، بنعاني من قطعة الكهرباء، من الأمراض اللي بنشكيها، مش قادرة أخذ علاجي، مش قادرة أقوم ممارسة الحياة، حتى غاز ما فيش، بنطبخ على النار، حياتنا كلها صارت شوارع، أكلنا في الشارع، مسكننا في الشارع، نمتنا في الشارع، أولادنا في الشوارع، كنا مشردين، فقدنا حاجات كثيرة في عام 2023. بتمنى في عام 2024 حياة تكون الحرب انتهت، وندخل حياة سعيدة حتى نعيش باقي عمرنا. صحيح انها غزه تدمرت وما فيش مسكن نسكن، لكن اقل ما فيها نبطل نسمع صوت الطياره والزنانه، نبطل هالاطفال يخافوا، نلتم احنا وحبايبنا اللي ضايلين. بس هاي اللي بنتمنى، نعيش حياه سعيده زي اي دوله. الشباب تبعونا كلهم هاجروا بسبب الفقر وقله المال، قله الشغل، بالحرب. اطفالنا بس اسالهم السؤال بقول لك بدنا نعيش حياه هدوء، مش قصف وحرب وطخ وشهداء واطفال بتموت، ما لها الذنب.